نقف اليوم وقفة احتجاجية أمام القاعدة الروسية. لا للصلب والتغادل الدولي. طبعا لا نستغرب اي فعل يفعله النظام التركي تجاه مناطقنا بشمال وشرق سوريا من ضربات وهجمات ضد الاهالي المدنيين، ضد الاطفال. طبعا تعودنا على المحتل التركي بانه يتغذى على دماء الابرياء، وحاليا هو يتغذى على دماء اطفالنا الابرياء. طبعا موقفنا كاهالي مدينه منبج، نحن نرفض هذه الهجمات اللي عم بتطال مناطقنا، وبنطالب الجهات المعنيه المسؤوله عن هذا الشيء بوقف هاي الهجمات باسرع وقت، لانه عم بتزيد من حالات القتل ضد الاطفال. إصابات الأطفال بهذه الضربات تزداد يوما بعد يوم. طبعا كوضع لأهالي مدينة منبج صار في خوف على الأطفال، صار الأهالي شوي يتحفظوا إنه الأطفال ما تطلع برا ما يلعبوا. طبعا المجرم التركي يعني مو غريبة عنه كل هذا الإجرام اللي عم يعمله. لا للصوت الدولي، بالروح بالدم نفديك يا شهيد، نفديك يا شهيد، بالروح بالدم نفديك يا شهيد. لا للهجين على التركي، لا بالدم نفديك يا شهيد، بالروح بالدم نفديك يا شهيد، بالروح بالدم نفديك يا شهيد. يسقط يهدينا التركي. احنا لنا يومين بنعاني من ضرب، لنا يومين تقريبا، البارح واولت البارح قصفنا التركي، وكان قصف حاد علينا، انهدم بيت وبأطفال بطفلة توفت، والبارح صار عندنا ضرب كمان، انهدم محل شاب، والشاب يعني الحمد لله اموره كويسة بس جروحات. المدنيين طبعا المدنيين احنا المستهدفين، لانه صار الضرب علينا يومين، كمان اليوم الصبح كمان صارت عندنا غارة على مزرعة الشمدان، اخواتها اربع ذكور وهي وحيدة لامها وابوها، نايمين بالليل واستهدفتهم طيران التركي، كانت النتيجة استشهاد الطفلة فرح. لا اكيد ما بنقبل، اكيد ما بنقبل الشيء هذا كلياته، لان المستهدفين المدنيين، ما عم يستهدفوا اماكن أو قاعد يستهدفون المدنيين وبالبيوت كمان. الصمت الروسي بنستنكر الضربات التركية الموجهة إلى المدنيين، استهداف المدنيين يعني أكيد بشي وراها السكوت، أكيد كان ما سكتوا. بالروح بالدم نفديك يا شهيد، بالروح بالدم نفديك يا شهيد. دولية، نحن نطالب المجتمع الدولي وخاصة القاعدة الروسية بتحمل مسؤوليتهم والضغط على تركيا لوقف هذه الهجمات فورا، إن حياة الأطفال ومستقبلهم يجب أن يكون في مقدمة الأولويات، ولا يمكن السماح باستمرار هذه المآسي. نحن ندعو جميع الأطراف للعمل بجدية من أجل تحقيق السلام والاستقرار. كافة أهالي مقاطعة منبج بكافة مكوناتها تقف هذه الوقفة الاحتجاجية أمام القاعدة الروسية لتوصل رسالتها إلى جميع الدول، وعلى الشكل الخصوص الدولة الروسية التي هي الدولة الضامنة في الأراضي السورية، لتجاه ما تقوم به دولة الاحتلال التركي من انتهاكات وهجمات على مناطقنا عامة، وعلى الشكل الخصوص مقاطعة منبج. فأصبح أكثر من يومين هناك ازدياد في الهجمات التركية والقصف التركي على الشريط الحدودي كافة. طبعا يتم استهداف المدنيين، يتم استهداف العزل النساء والأطفال من خلال هذه الاستهدافات، وأيضا تستهدف البنى التحتية ومنشآت الحيوية لمناطق شمال وشرق سوريا. فهذه الوقفة الاحتجاجية تأتي لتدين وتستنكر ما تقوم به دولة الاحتلال التركي، وأيضا مثل ما ذكرت في البداية لتصل رسالتها إلى الدولة الروسية أن تحرك وتخرج عن صمتها حيال هذه الهجمات، وتقوم بمسؤولياتها حيال هذه الهجمات التي تقوم بها الدولة التركية، التي هي تضرب بعرض الحائط لكافة القوانين الدولية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية. أيضا
اليوم هذه الوقفة الاحتجاجية التي هي باسم المبادرة الشعبية في مقاطعة منبج هي رسالة أن الإرادة القوية والنضال القوي لدى شعوبنا في شمال وشرق سوريا هي مستمرة، وهي ستواجه جميع الانتهاكات وجميع الهجمات التي تقوم بها دولة الاحتلال التركي بصمودهم مع بعضهم البعض وبوقفتهم مع بعضهم البعض حيال ما تقوم بها الدولة التركية، وإرسال صوتها إلى جميع العالم أننا مستمرون ومناضلون ومقاومون، وأيضا هم يطالبون بمثل ما ذكرنا أن تقوم هذه الدول بمسؤوليتها تجاه ما تقوم بها من جرائم. طبعا كوفد من أهالي مقاطعة منبج، أو وفد هي كانت باسم أهالي شمال وشرق سوريا عامة وليس فقط باسم مقاطعة منبج، قمنا بإيصال رسالتنا جرى ما تقوم به الدولة التركية من انتهاكات وهجمات وخروقات للقوانين والمعاهدات الدولية. طبعا الوفد الروسي بداية قدم التعازي لأهالي المدنيين الذي قامت الدولة التركية باستهدافهم، وأيضا عندما أعطيناهم الرسالة فقالوا إننا سنصل الرسالة إلى الجهة المعنية في القاعدة الروسية في حميم وسيواصلون بمطالبتهم لما تقوم بها الدولة التركية. وأيضا نحن كوفد أو كمبادرة شعبية سنستمر وسنتابع ما تقوم بها القاعدة الروسية أو القوات الروسية تجاه مسؤوليتهم، لأننا أصرينا على مطالبتهم أن يقوموا بمسؤوليتهم تجاه أهالينا في شمال وشرق سوريا عامة، وأيضا كأهالي مقاطعة منبج وأهالي شمال وشرق سوريا عامة سنستمر في مقاومتنا في وقفاتنا الاحتجاجية في مسيراتنا ومطالباتنا باتجاه الانتهاكات التي تقوم بها الدولة التركية بروح واحدة بصوت واحدة بإرادة واحدة وقوية. إننا سنقف تجاه ما تقوم بها الدولة التركية من هذه الخروقات اللا إنسانية واللا أخلاقية بحقنا، وشكرا لكافة أهالينا.